السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جي اسكا اخبار، وكذلك القناه الاولى جي اسكا اخبار تي في. رانا نشارك معكم ديما الجديد في كلتا القناتين ان شاء الله بفيديوهات جديده وعصريه. ما لكم فقط غير دعمونا جمع الفيديو لايك ابوني وبارطاجي هذا الفيديو. يعني كثرت بزاف البلبله على هذا اللاعب بالعمري الذي فعلها بشبيبه القبائل الموسم الفارط، وزاد فعلها هذا الموسم عادي يعني مال في ديرها، وبوزيدي لا دخل له في ذلك. يعني بزاف ناس حبوا ينتقدوا بوزيدي وكذا ومنا بالعمري، بالعمري راه ديجا فعلها الموسم الفارط وتمسخر بشبيبة القبائل وراح كما احنا نقولوا ليكيب خلاف، وزاد الموسم هذا كيف يعني دارها مع شبيبة القبائل وزاد راح. صراحة يعني نتمنوا انه هذا الانسان هذا اللي ما عندوش كلمة وماشي داير حتى حساب لشبيبة القبائل، مدايرها بريكول فقط. نتمنوا انكم انتم كمسؤولين شبيبة القبائل، كإدارة شبيبة القبائل، انكم هذا اللاعب سيبو يعني تشطبوا عليه بالقائمة الحمراء. يعني صراحة واحد ما يزيد يقيمه، واحد ما يزيد يعيطلو، لانه صراحة شبيبة القبائل كبيرة بالبزاف، ويحصل لك الشرف انك تلعب مع زعيم الأندية الجزائرية الأكثر ألقاب يعني في الجزائر وفي إفريقيا والبطولات كلها. نتمنى أنك فقط تقيم شبيبة القبائل والنجوم اللي عندها يا بالعمري، وعلاش يعني الموسم الفارط تمسخرت بالشبيبة، وكذلك الموسم هذا زدت لعبتها بشبيبة القبائل، وهذا الأمر يعني اللي ما عجبناش صراحة. ونتمنى أنه هذا اللاعب لو يعني يكون يحب يلعب مع شبيبة القبائل باطل ما تلعب وش شبيبة القبائل، انه حتى هي تتخذ موقف. ونتمنى ان شاء الله تعطيونا الاراء تاعكم في التعليقات.